ازيكم عاملين ايه؟ تعال نشوف العيش البلدي ده المصري اتعمل ازاي بطريقة سهلة وحلوة، المكونات كلها عندنا في البيت. وانا ها قطعت واحد هنا كده زي ما شايفين، الحلاوة دي بتفتح بسهولة. نعمله ساندويتش بتاع طعمية، بتاع جبنة، بتاع فول، اي حاجة اللي انتوا تحبوها. تعال نشوف المكونات وايه هي، يلا بينا. ادي كده معانا نص كيلو دقيق، هنحط 2 ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية، وملعقة صغيرة من الملح، نحط برضو ملعقة صغيرة سكر. لازم تكون دافية. هلخبط الخليط كده مع بعض، ناشف. طبعا انا هزود المية شوية شوية. هادي كده عملت العجينة بتاعتنا، تكون ملزقة شوية، وهنخليها كده حوالي نص ساعة تخمر. وهنعملها في الطاسة. ادي كده العجينة بتاعتنا، شايفين اتلمت كلها، مفيش حاجة. ادي كده، ادي كده عدت نص ساعة، شايفين ما شاء الله خمر ازاي. فهنقطعه دوائر دوائر. هادي كده هريحه شوية، هغطيه عشان ما ينشفش معانا. هادي كده هنعمل المعانا اللي عملناها في الأول، هنعملها كده بدينا الأول. نجيب المنشبة وننشب، احنا مش هنرفعه شديد، وسلينا هتيجي تعمل معانا عيشة. يلا امسك كده، يلا اعمل. شاطرة، شايفين حتى سيلينا بتساعد ماما. ها سيلينا بس، ثانك يو. ادي كده جبت طاسة وحلة، طوة قصدي، وهنحط العيش ننضفه كويس. كل شوية نقلب فيه الطريقة دي، هو براح يقبقب لوحده. اجيب معايا فوطة زي كده عشان انظف، شايفين ابتدى يقبقب ازاي. ادي كده العيش بتاعنا جاهز، شايفين حلو ازاي. ونجيب فوطة كده برضو نحط العيش عشان ايه يبقى معانا طري. بس انا هخلي الحلة شوية طوة تعمل شوية. هذا هديك عيش ثواني. فشايفين اها كده عشان ايه. وانتوا اعملوه على الحجم اللي انتوا عايزينه، يعني ممكن تكبروا العيش اكبر من كده، وممكن تصغروها، ده حاجة ترجع لكم انتوا. فين الجمال؟ في احلى من كده عيش؟ فيش احلى من كده عيش. حابة اوريكم ازاي ينفع للسندوتشات، شايفين بتفتح ازاي بكل سهولة. ادي كده زي ما شايفين خلصنا العيش، طلع معايا 10 ارغفة، شايفين. ممكن نجيب المقص برضو ونفتح ونعمل سندوتش فول، سندوتش فلافل، بكل سهولة بتفتح، شايفين الحلاوة والجمال. ادي كده ادي كده الوصفة بتاعتنا خلصت النهاردة. ولو عجبكم الفيديو لايك وشير وسبسكرايب. مع اسرار المطبخ مع سوسنة، لغاية لما نلتقي في فيديو جديد ان شاء الله.